بعد تداول خبر بأن شركة سيتروان تحصلت على الاعتماد النهائي، فإن علامة سيتروان في الجزائر عندها شعبية كبيرة وتمثلها شركة أرسيكوم، وأهم حاجة يبحث عليها المواطن الجزائري وهي الأسعار وما هي أرخص سيارة من علامة سيتروان. إذا درنا دورة في مصر وأوروبا والدول المجاورة، لقينا أرخص سيارة وهي سيتروان سي إليزي التي تأتي بمحركات تعمل بالبنزين والديزل، وحنا في الجزائر ممنوع تستورد المحركات الديزل في السيارات السياحية، إذا نتكلم على محركات البنزين. أولا تنتمي سي إليزي لفئة السيارات سيدان، مزودة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 115 حصان مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي أو غير عادي حسب الطلب. أما من ناحية التجهيزات فهي تتوفر على جميع مواصفات الأمان والترفيه التي يفرضها دفتر الشروط لدخول التراب الجزائري. أما سعر سيتروان سي إليزي في مصر أو أوروبا أو الدول المجاورة فهو متقارب جدا، يبدأ من 14000 يورو أي ما يعادل 210 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم. وللمصداقية خوتنا اللي بغيت أكد من السعر ستجدون المصادر في صندوق الوصف. سلام.